اليوم برنامج لو كنت مسؤولا موجود بمنطقة سيدي مقداد، هي المنطقة تحديدا صورنا فيها السنة الماضية بالشتوية وكان في وعود بتحسين الواقع الخدمي. تم تنفيذ بعض هي الوعود. يمكن هدف برنامج لو كنت مسؤولا هي متابعة الحلول للمشاكل الخدمية. بعد سنة من تصوير الحلقة عم نشوف كيف أصبح واقع الحال بهي المنطقة مع أهاليها. حنا في بالحارة، حنا مجروحات كتير، واللي عم يخيلنا ما عم تخلص تعمير. متعهد كل سنتين عم يرصف لهم حجرين، متعهد كل سنتين عم يرصف لهم حجرين، والعالم بينهم والأمار ساووا لك جسرين. يعني بلدية ببيلة مو معترفة علينا بهي المنطقة حصراً، بلدية بيت سحم كمان معترفة علينا بهذه المنطقة حصرا. ما تم أي عمل بكافة المناحي، لا مياه، لا خدمات صحية، لا مثلا أكشاك خبز نوعدنا مثلا أنه يصير في خبز العالم، يعني ما في أي شيء من هدول الوعود اللي لهلأ ما صار في تنفيذ أبدا. ما في أي شيء قدمتني على البلدية، مستحيل. يعطيكم العافية. مثل ما ذكرت بالبداية انه نحن صورنا معكم السنة الماضية بداية الشتوية، وهلأ نحن كمان بداية الشتوية، ودائما يمكن المشاكل الخدمية بتبين معكم مع بداية فصل الشتاء. خليني نحكي شو اللي فرق عليكم السنة الماضية لهلأ، لانه كان في وعود بتحسين الواقع الخدمي وتابعنا معكم كان في تحسين. هلأ نحن بصراحة بالسنة اللي مضيت لليوم صار في تحسين بعدة مجالات. المجال الأهم يلي تحسن هو مجال الكهرباء. هذا كان مطلب أساسي من الأهالي للعودة إلى هي المنطقة، للعودة للسكان المهجرين. فتم تمديد أغلب الكابلات الرئيسية، تم تمديدها وتخديم أغلب الحارة عن طريق مديرية أو شركة كهرباء ريف دمشق. وكمان قابلنا السيد الوزير، نحن كفريق صمود وطن تطوعي، وطالبنا بأربع مراكز تحويل، ووافقوا وتزودت المنطقة بأربع مراكز تحويل. غير الكهرباء فينا نقول وقديش تحسنت الكهرباء، شو كمان كان في تحسينات أخرى؟ هلا نحن صعيد الكهرباء تم يعني التحسين، اليوم واقع كتير جيد. هذا ساهم بعودة حوالي 10,000 عائلة مهجرة. سابقا قديش كان لما صورنا؟ ما كان، كان حوالي 1,000-1,500 مهجر. يعني بنقول صار تقريبا 12,000 نسمة؟ تقريبا بين 12-15,000 نسمة. هلأ تحسن كمان الواقع الثاني، هو واقع فيك تقولي النظافة عموما. أول ما صورنا السنة الماضية وكان شتى بداية المدخل المنطقة كان في أنقاض بشكل كتير كبير. تمام. هلأ عم نشوف يمكن ما تحسن بشكل كتير كبير، بس بعد في شوية أنقاض موجودة، هي خطوات متتابعة فينا نقول. تمام. هلأ التنظيف بصراحة الردميات والأنقاض كمان تم بالتعاون بين فريقنا وبين محافظة ريف دمشق، مديرية الخدمات الفنية ساعدت كتير هذا الموضوع ودعمت بآليات. كان في تعاون كبير، يعني كانت الآليات عم تتجاوب، لأنه حتى الآليات كان في مشكلة بتواجدها، لأنه بعض الآليات معطلة، بعض الآليات ما بتقدر تشيل هاي الأنقاض بكميات كبيرة. هو لذلك المجلس البلدي، يعني مجلس بلدة ببيلة ما عنده إمكانات، فكانت الدعم عم يكون مديرية الخدمات الفنية بمحافظة ريف دمشق. هلا المعاناة الأكبر هو الأنقاض اللي عم تشوفوها أنتوا، رغم انه في عقد للتنفيذ، يعني هلا بسبب ما بعرف شو بنسميه، هو خلل فني، خلل تقني، ما تم تنفيذ. صورنا وقتها هون عند الاهالي والمحلات ما كانوا فاتحين. فتحوا قد تقريبا حوالي 6 شهور بعد استقرار المنطقه. يعطيكم العافيه. قد ايه صار لك راجع على المنطقه؟ صارنا شي سنه تقريبا. والمحل قد تقريبا صار لك فاتحه؟ صرنا شيء 4-5 شهور بعد ما رممناه وركزنا الحمد لله. قديش نسبيا تحسن الواقع الخدمي بالمنطقه من السنه الماضيه لهلا؟ الخدمي تحسن تقريبا شيء 80%. بس صفيان موضوع الكهرباء والاناره
تسفيه الطرقات والهواتف. الهواتف والبوابات لسه فيها بطء كبير. الهواتف ان شاء الله تتحسن. قديش بالنسبة لك تحسن الواقع الخدمي من السنة الماضية أو من وقت ما رجعت لهلا؟ ممتاز ممتاز، يعني 80% ممتاز. بعدين رجعت العالم فرقت كتير، يعني هي رجعت العالم بتغير الجو كلياته. ممتازة. يعطيك العافية. يعطيك العافية. الله يعافيك. قد ايش صار لك راجع على المنطقة؟ قبل كل شيء قبل كل شيء انا والله لسه ما رجعت لحكيكي بكل صراحة، وبشكر قناتكم الإخبارية اللي عم تحاول انه تأمن للمواطنين كل احتياجاتهم. بالنسبة لي انا كمعاق صار لي هلا سنة خارج المنطقة، علما انه القيادة اتخذت قرار بعودة كل المهاجرين وفتح المنطقة بعد خلوها من الإرهاب ودحر الإرهاب منها، ولكن تقدمت بطلب. انا في بناية نازلة براس حارتنا، تقدمت بطلب من هالتاريخ هذا بالذات ولغاية هالتاريخ 24/3/2019 لغاية هالتاريخ هذا ما أنجزوا شيء ولا سووا شيء. وعنا ساعة طلب شو؟ طلب إنه يبلغوا سكان هالبناية هاي إنه مو مهبطة هي، إنه يشيلوا هالآثار هاي لترجع. 34 في بيت في بالحارة، الحارة سد 34 بيت فيها. شو اسم الحارة؟ هلأ هاي الحارة حارة جمال سنوبر، فيها ساحتين مليانين أنقاض. لحد الآن من سنة لهلأ لو عم يقيموا كل يوم سيارة كان انتهى الموضوع. بدهم جهد من الأهالي، مستعدين نساعدهم ونقدم لهم اللي بيريدوه. يعني الأهالي كلها فقراء هون وعم تصلح. حارة جمال سنوبر. نعم. رح نوصل صوتك للبلدية. رح نخلص تصوير الأسبوع الجاي، بنتفق كمان مع الشباب ومع الأهالي بتطلع معنا كمان، مشان مثل ما قلت هي الهدف الأساسي عودة الأهالي. نعم. للمنطقة. يعطيك العافية. شكرا. شكرا لكم. هلأ غير الكهرباء فينا نقول في عندك النقطة الأساسية الأنقاض. هلأ هذا الشارع كان بتذكر وقتها ما عبى أنقاض، في اختلاف بشكل كتير كبير. نحن كملنا لعند للساحة، بالساحة كان أساسا في تقاطع كان ملغي بسبب الأنقاض الموجودة بالمنطقة. هلأ بفترة تم ترفيعهم، هلأ بتشوفوه بالكاميرا، بس لساتها ساحة الأنقاض موجودة بس أخف من قبل، يعني بشأن الطرقات، لأنه حتى وقتها خط السرفيس ليقدر يفوت على المنطقة. تمام. هلأ إحنا بصراحة مثل ما قلتي اليوم نحن دورنا واتخذنا على عاتقنا كفريق صمود وطن تطوعي هو نوع من التشاركية وتحفيز أغلب المواطنين ليكون في إلنا نوع من التكاتف مع مؤسسات الدولة، إنه بالنهاية اليوم بلدنا طالع من حرب كبيرة، فلازم كل مواطن يقوم بدوره حسب إمكاناته. وهي نقطة كتير مهمة وأساسية، ودائما يمكن بنقولها خلال البرنامج، إنه ضمن الإمكانيات المحدودة وفي ظروف حرب، لكن عم يتم تخديم المناطق بشكل يمكن بشكل مقبول بحيث ضمن الإمكانيات. بس في نقطة أشرت إلى أنه هي عملية التعاون بين المواطن والمؤسسات المعنية، لأنه التشاركية والشغل الجماعي يمكن بيسرع الشغل وبيحسن الشغل بشكل أكبر. والله طريقنا فيه ماء وتراب، يعني إحنا واحد ما عم يقدر يمشي طريق. الصبح لما تروحي على المدرسة؟ هلا الصبح يعني ما كان هيك، يعني كان في هواء وبرد، ما كانت نازل مطر. هلا هلا كان نازل مطر وكل الطيور، يعني كل ما تنزل مطر في عندك طين واحد؟ ايه ايه، يعني ولا كهرباء ولا مي، يعني والاراني مدمره. ايه. طيب كيف عم تدرسي بالبيت؟ ايه هلا الدراسه منيحه يعني، بس ما في لا كهرباء ولا مي، يعني واحد ما بيقدر يدفع بس يرجع من المدرسه. في اي صف؟ ثاني. ثاني؟ كيف عم تلاقي الطريق وانت جاي؟ كمان انا عم لاقي الطيران، يعني كمان وقت عم نرجع عم نتلوت واجرينا واللطيان كلها أرض، بس بدنا تقيمونا هالتراب وهالمي وكل شيء، وبدنا كهرباء والمطر عم تنزل ونتدفى ونقعد. فاليوم تقريبا يعني فينا نقول بنسبة 70%، تمام، يعني من 60-70% أغلب المواطنين رجعوا، اللي بده يفتح محلات رجعت. عندك مثلا هون نحن ساهمنا اذا الكاميرا هون كشك للخبز، لانه ما في فرن هون. تواصلنا مع السيد محافظ ريف دمشق ومدير التجاره الداخليه الاستاذ لؤي سالم، وعلى الفور جاوبوا معنا ووافقوا على تامين كشك خبز والاستاذ مؤيد الرفاعي لحين تشغيل الفرن. يعني هي فرن هون ما في فرن بصراحه، لانه هو فرن قطاع خاص وبعد الحرب ما في إمكانية لتفعيله. السيد مؤيد رفاعي مدير المخابز الاحتياطية قال إذا بيلتقى
أي أرض كمؤسسة حكومية ممكن هن يجهزوا فرن للمنطقة وجاهزين لتقديم كامل الدعم، بس هن المعيق هلا بس تواجد أرض ليقيموا عليها الفرن كموضوع خبز. على الساحة ملاحظة أنت تقريبا كان نصها أنقاض، كمان بدعم من مديرية خدمات فنية تم ترفيعهم، بس موضوع إزالة الأنقاض بحاجة لمكب والمكب ما في إمكانية يتأمن، فبصراحة بعض الأنقاض موجودة. راحت القصة مراسلات بين محافظة بلدية مديرية خدمات الفنية، في عقد بقيمة 262 مليون ليرة لإزالة الأنقاض وترحيلها من مناطق ببيلة ويلدة وسيدي مقداد وبيت سحم، وهذا العقد من شهر 11/2018 تمام، بس عدم تنفيذه هو عدم تأمين مكب، يعني ما عم يلتقى مكان، والعقد هو اللي منظم بحدود 5 كيلومتر، فبالتالي بحاجة لتعديل العقد انه بدال 5 كيلومتر يصير لمكب كبير مثلا بدير الحجر، اما اذا بده يضل العقد نفسه بحدود 5 كيلومتر فمعناتها الانقاض حتضل سنه وسنتين رح نلاقي صعوبه فيها تماما. فهو المطلوب، وحتى تم مراسله السيد محافظ ووجه لاتخاذ الاجراءات اللازمه يلي الاهم انه ينزالوا الانقاض باي طريقه، يعني السيد محافظ عطى هذا التوجيه باي طريقه. قد ايه صار لك راجع على المنطقه؟ يعني شيء 6 شهور. كيف شفت الواقع الخدمي من وقت ما رجعت؟ قديش تحسن؟ هلا بالنسبة للخدمات أحسن من أول، عرفت شلون؟ بس ما فيها السرعة، يعني بطء بطء، عرفت علي شلون؟ إيه أوقيت هلا قولي جاي الدنيا على شتي، بس بالصيف هلا كنا بالقرص بتعرفي الجو صيف وكذا، ما في يعني بخ، ما في غير الأنقاض في مشاكل خدمية بعد؟ الأنقاض بالنسبة للزفت جوار، يعني طرقات لسه كتير عم نشكي منها. هي اساسا طرقات ما فيك تزفتها لترحل تقريبا كل الانقاض اللي تقدر هالمناظر. قديش في شغل كان خلال هي السنه وتعاون مع الاهالي مع الجهات المعنيه مشان تحسين واقع الخدم؟ الحمد لله، انا كنت لاحظتي الزياره الماضيه، الزياره هي الحمد لله بتملك المواطنين 80% الحمد لله، نتامل ان شاء الله كمان الاحسن، يعني النسبه تكون 100% ان شاء الله تعالى. تجاوب الاهالي الحمد لله. بدك تشوف الحياة رجعت أو مفاصل الحياة رجعت لهي المنطقة، بس يمكن مثل ما قلت الصورة ما كتير بتكتمل بسبب وجود هي الأنقاض. يعني ولو صورة هي بدالها منظر حلو بتعطي اطمئنانية. لا بس الأجمل إنه يكون في حياة ضمن هي الأنقاض وهي الدمار اللي صار، في حياة عم تنبض جوا وفي ناس عم تحاول ترجع من أول وجديد تبني بيوتها ضمن الإمكانيات الموجودة. هلا حكينا عن الأنقاض، الكهرباء تحسنت بشكل كتير كبير، صار في كشك للخبز، شو في كمان امور اخرى فينا نقول؟ الهاتف قد ايه تحسن هون؟ هلا بالنسبه لموضوع المي قد ايه تحسنت كمان؟ هلا بصراحه العمل تم كفتره منيحه بموضوع تفعيل مضخات المياه، وهي كمان عامل اساسي كانت مطالبات الاهالي، وعن طريق وحده مياه ببيله تم تفعيل اغلب مضخات المياه وتأهيلها. المرة الماضية كانت أغلب الناس عم تشتري من الصهاريج. اليوم بالمنطقة هلا إذا يعني بتعملي جولة ما في موضوع العالم ما عاد اشتريت من الصهاريج، صارت توصلتها المي أغلب الحارات وأغلب البيوت، وصلت المي لبيوتها وصارت مضخات، وحتى دعت وحدة المياه لتفعيل العدادات، والأمور بموضوع المياه عم يتم يعني كمان بشكل يعتبر جيد. كمان الشوارع التزفيت تحسنت، بس بعد بدها لانه انت بنية تحتية كمان لتقدر تأهلها، بدك تشيل كامل الانقاض لحتى كمان تحسن الطرقات. على وجهة نظر البلدية هيك انه نحن لنزيل الانقاض، لانه اليوم اليات ثقيلة، اليوم بعد ما يتم ازالة الانقاض بنعمل مشروع زفت كامل لكل الطرقات، هذا بصراحة هي وجهة نظرهم. بس عم نشوف ببعض المناطق في تم هيك تعديل انه بالحفر والجوار شوية زفت كتيرة. كمان بدعم من مديرية الخدمات الفنية بريف دمشق بعتوا 3 سيارات زفت، وتم فيك تقولي ترقيع او يعني هو حل مؤقت لبين ما يكتمل المشروع. يعني هون هلا كان في كتير مطب وحفر، هاي المنطقة كمان تزفتت للتسهيل للمواطنين وللسيرفيس ولل يعني التنقل تماما. يعني هلا بصراحه في عمل، ما فينا يعني نكون واقعيين، في عمل جيد
من المؤسسات الحكومية كتير، في تجاوب كتير، في تعاون بين المجتمع الأهلي، والحمد لله بلشنا من الصفر، اليوم وصلنا ل 80%. كتير منبسط إنه منلاقي الحي رجع نسبة 80% من سكانه بجهود شبه معدومة كانت عنا كفريق تطوعي، وبتعاون من مؤسسات حكومية خارجة من الحرب بحصار. اليوم استطعنا إن كان بهي المنطقة أو بكل المناطق، اليوم هذا نوع من الانتصار الأهلي وانتصار للمواطن، وأنه الدولة ما تخلت عن المواطن رغم أنه هي بأصعب الظروف. قديش تقريبا تحسن الواقع الخدمي خلال فترة؟ أحسن من أول بكتير، أحسن بكتير بكتير الحمد لله، ومي وكهرباء كل شيء موجود الحمد لله. قد صار لك راجع على المنطقة؟ والله صرنا من وقت ما فتحت الطريق الحمد لله حررها الجيش العربي السوري، نحن رجعنا الحمد لله، الكهرباء تحسنت والمي، بس في عنا موضوع الاتصالات الأرضي بعد، والأرضي لهلا ما وصلوها على أساس في شبكة لسه المشروع كمان على أساس تصير، ما بنعرف إذا بيستعجلوا فيها. هلا نحن هون تعال شوف هالمنظر، عنا رئيس البلدية على أساس من أسبوعين يجي يحل لنا موضوع الصرف الصحي. تفضلي شوفي، تفضلي تبع بيت سحم، يعني اتنقال من عيوني اسبوع لقينا عليك، صلى هلا سنه هذا كله مصطوم، العالم بترجع جيبوا تليفونات جيبوا خدمات جالسه مزبوطه، كمان العالم اللي برا بترجع. هون شوفي هالمناظر، هي صلى سنه وشهرين باليوم. خلينا بالختام نحكي بالحارات اللي بعد بدها شغل، هي حاره معمل الإزاز وحارة جمال سنوبر، ومثل ما شفنا هلا حارة روضة رغد، وبعد حارة رئيسية كمان منسية كمان نحن لإيصال صوت المواطن، حارة معمل الثلج اسمها، حارة معمل الثلج هي كمان كانت خط تماس، لا فيها صرف صحي لا فيها مياه، ما حدا من الأهالي حسن يرجع عليها، ما فيها أي خدمات. تمام، هذول الأربع حارات. موضوع سألتيني عن موضوع الهاتف، كمان موضوع الهاتف الثابت عم نحكي، تم تفعيل مركز هاتف ببيلة. تمام، الخدمة وصلت تقريبا لمنطقة ببيلة، سيدي مقداد جزء بسيط منها، هذا الشارع كله ما تخدم. تمام، بسبب أعطال فنية شبكة، لأنه كمان بدها إعادة هيكلية. تمام، الوعود أنه إن شاء الله زار رئيس مركز الهاتف الجديد للمنطقة، عم نشوفوا شو الإمكانية لإيصال الخدمة، موعودين إن شاء الله ببداية السنة حيكون في وصول كمان لخدمة الهاتف الثابت للمنطقة. بالختام رح نقول من السنة الماضية اللي هلا كان في تحسينات خدمية، عم نحكي عن كهرباء ومي هي المطالب الأساسية اللي كانت للأهالي، وتم تنفيذ هي الوعود 80% تم تنفيذها. عم نحكي عن المطالب الأخرى اللي هي مثل ما قلنا إزالة أنقاض، تحسين مثل ما قلنا الطرقات تزفيتها وتعبيدها، وبعض الحارات هي الفرعية اللي هي بعدها من مخدمة، يعني بعدها بدها تحسين. رح نرجع نصور معكم ومع الأهالي الأسبوع الجاي مع رئيس البلدية. نحن فتحوا فرنين وردوا وقفوا، هلا فرن تبع بيت سحر، وفي عنا هون فرن وقف من قبل الأهل، هلا ما فتحوا، في مشروع كان بده يفتحوا على بلدية ببيلة، رحنا لهنيك قال إن شاء الله بده يفتح، ومشي الحال في محامي هنيك الله يسر له قال في إن شاء الله بده يسووها وكذا، نار إن شاء الله خير. لهلا فرنين مو مفتوحين، في فرن فاتح بيفتح الساعة 8، الساعة 8 بسكر خلاص. بقى هون صعبة شوي، بس الطريقة والهواتف عنا الأرضية لهلا ما بشي، هلا ماشي لنص عند معمل الإجاز ايوه لسبيل الكمالي، ونحن ضايعين بين بيت سحر بين هلا هون عندي هون تبع بيت سحر عند دخلت معمل الإجاز تبع لبيت لببيلة، وهون صار ضايعين بين هون وهون. بس احنا مقطوعين من غازنا فترة، وقت الشباب تركونا كانوا عم يعملوا لنا غاز، شو الله يجزيهم الخير. البطاقة ما عم تاخذوا غاز؟ ما في مركز للغاز. بعرف يعني عم اقول لك انتم الله يعطيك العافيه، وقت ما كانوا عم يعملوا لنا غاز والله بس ما في مركز للغاز هون؟ في بس ما في غاز، الشباب خليهم معنا ما اخذنا غاز، هلا صرنا فتره مقطوعين ما عندنا غاز بالمره. بختام حلقتنا رح نصور الاسبوع الجاي، بنيجي على المنطقه وبناخذ الاهالي وحضرتكم
نروح نصور مع رئيس البلدية، رح نشوف قديش في إمكانية لاستكمال الحلول الخدمية بالمنطقة. حكينا عن واقع خدمي تحسن، كهرباء، مي، كثير من مفاصل الحياة رجعت للمنطقة، بس بعد الأهالي بيطمحوا بحلول أخرى لباقي المشاكل الخدمية، مثل ما قلنا خبز للمنطقة ما في، فرن، تزفيت وتعبيد الطرقات بعد تأهيل الشبكة، لأنه أساساً الشبكة بدها إعادة هيكلية، وكمان مثل ما حكينا بالختام خدمة الهاتف تدريجياً عم تعود للمنطقة، يعني الهاتف الأرضي تدريجياً شوي شوي عم يعود للمنطقة، كمان الهاتف الخليوي. بدي أتشكر الفريق بشكل كتير كبير على تعاونه مع الأهالي، لأنه أنتم من سكان الحي ومتعاونين بشكل كتير كبير، عم تحاولوا توصلوا صوتهم، وعم نحاول قد ما فينا نكون كمان نحن صوتكم عند المعنيين. رح نصور معكم الأسبوع الجاي مع الأهالي مع رئيس البلدية، ونشوف بعد بداية عام 2020 ضمن يعني أولويات البلدية هي استكمال حلول المشاكل الخدمية بالمنطقة. نحن بنتشكركم أول شيء، لأنه كمان هذا الشيء اللي عم تقوموا فيه هو اللي بيخلي المواطن يضل يحس بأنه صوته حيصل مهما صار. نتشكر كل مين دعمنا كفريق صمود وطن، كل المؤسسات الحكومية وحتى الأمنية اللي سهلت عملنا. بالنهاية حنضل عنا آخذين شعارنا إنه العمل الإيجابي مسؤولية مجتمع، وحيضل اسمنا كفريق صمود وطن. نحن حنضل صامدين بهالبلد، حنضل نعمل كل شيء بنقدر عليه لنرجع بلدنا مزدهر، نشتغل للأجيال القادمة. وشكرا للإعلام الوطني، لأنه أنتوا اليوم صوت المواطن، وأنتوا حتكونوا لكم الدور الأساسي بكل الأيام الجاية. شكرا، يعطيكم العافية. ويمكن الهدف الأساسي لبرنامج لو كنت مسؤولا والإخبارية السورية شعار عين على الواقع، صار لنا 7 سنين بالبرنامج عم نكون صوت المواطن لتحسين الواقع الخدمي وإيصال صوته للمعنيين بجميع المناطق على الجغرافيا السورية. بدي اتشكركم وشكرا كثير لكم، يعطيكم العافية. شكرا شكرا. يا رئيس البلدية قطعي وميت قطعي، أنا شو ذنبي كل ساعة بتبعت للبوليسية.